ندمت جمعية رياضة وتواصل ببرشيد بتنسيق مع جمعية رياضة وصداقة يوم السبت من يوليوز 2017 عرسا رياضيا بحضور ألمع الوجوه الكروية الدولية والوطنية والمحلية وبعض الفنانين المغاربة أمثال أحمد فرس ومحمد التيمومي، عزيز بودربالة، صلاح الدين بصير، حمادي حميدوش، رشيد العلالي، عبد القادر المطاع وأسماء أخرى، حيث تم بقاعة مسابح الشاوية ببرشيد تكريم بعض قدماء يوسف برشيد أمثال سي أحمد ناجم، عمرو الشرات، ومحمد بن طيبي، الحسين شناني، شيشة الصغير كرادة، ومدربة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لمياء بومهدي وبعض الإعلاميين، حيث تم توزيع هدايا وتذكارات على المكرمين. كما أجريت مقابلتي لكرة القدم عشية نفس اليوم بملعب الرازي ببرشيد، الأولى جرت بين قدماء يوسفية برشيد وفريق الفنانين المغاربة، والثانية بين المنتخب الوطني المغربي وفريق منتخب الأفارقة المقيمين بالمغرب، حيث استمتع الجمهور الحاضر بمجموعة من اللمسات واللقطات الفنية الرائعة التي تفاعلوا معها بكل عفوية وتلقائية من كلا الفريقين. كابنة مدينة برشيد سعيدة جدا بهذا الاحتفاء، بهذا الاعتراف، لأن صراحة سبق لي أن تكرمت في مجموعة من المدن المغربية، لكن أن يتكرم في مدينتك ويتم الاعتراف بك فهذا صراحة عنده طعم خاص. كنشكر كل المسؤولين على هذه الجمعية رياضة وتواصل لقدماء برشيد على هذه البادرة القيمة، صراحة هي لحظة اعتراف لي كإعلامية كمقدمة الأخبار بقناة الرياضية، والزميلاتي حنان شفاع لإعلامية صراحة هي قيدومة الإعلاميات سواء محليا هنا في مدينة برشيد أو وطنيا من بعد قائمة بالعوشي، جيهان جهوري زميلة أخت كانت معي في قناة الرياضية وانتقلت للدوزام، إن شاء الله نعطيو المزيد ونهزوا بهذه المدينة مدينة برشيد. وكنشكر كل القائمين على هذه البادرة القيمة وشكرا لهم. سعيدة بالتواجد في هذا اللقاء كبير اللي التقوا فيه مختلف نجوم كرة القدم الوطنية والحريزية. الرياضة شعار هذا اليوم هو الرياضة في خدمة الوطن، وأنا تنقول أن الرياضة كذلك في خدمة السياسة. الرياضة تتجمع الشعوب وتتجمع الجميع، تنشوفوا أن اليوم جميع المنتخبين من مختلف الأحزاب السياسية كانوا حاضرين. تنشكر جمعية رياضة وتواصل لقدماء يوسفية برشيد على رأسهم عبد الغني العثماني على التكريم، التكريم اللي هو اعتراف. صراحة الاعتراف من تيجي من أبناء المدينة يكون عنده طعم خاص. تنبغي نهديه بالمناسبة الأب ديالي والخالي المرحوم الحاج وهبي اللي أول من حطني على طريق الصحافة. فهذه بادرة جد طيبة، فهناك كنعرف بأن المغرب مغرب التعايش ومغرب التآزر والتآخي، وبالتالي كنشكر كثيرا جمعية تواصل ورياضة اللي يعني سهرت على انجاح هذا الحفل، كذلك جمعيه الاخرين ومجلس البلد والسلطات المحليه بصفه عامه. فكما شاهدتم تم حضور العديد من النجوم الوطنيه امثال احمد فرس، تيمومي، عزيز بودربالق، باصير، بولحيوي، بيدان، اقصبي، عبد الله السطاتي، وبالمناسبه تم تكريم العديد من الفعاليات الاعلاميه والرياضية. وبالمناسبة نشكر هذه الجرائد أو هذه المواقع الإلكترونية التي تساعد على الإحياء الاجتماعي والرياضي بالمدينة. وقد عرفت المقابلتين مشاركة مجموعة من اللاعبين من المرموقين الذين تركوا بصمتهم بالساحات الكروية الدولية الوطنية والمحلية، والتي أعادت إلى الأذهان أمجاد الأيام الذهبية لكرة القدم التي صنعتها مجموعة من المواهب. وكانت المباراتين فرصة مواتية من أجل استحضار الأمجاد العريقة واسترجاع شريط الذكريات الجميلة التي جمعت تلك الأجيال من اللاعبين.